تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عاما. وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في القنوات الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للشعب المصري، حيث فقدت مصر قامة فنية وثقافية كبيرة، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.